أسرة عادية جدا. أبوي هو بيشتغل بيصلح أجهزة إلكترونية تلفزيونات وحاجات دي من زمان، تحملت مسؤولية من وأنا صغير. فعايز أقول حاجة للناس إنه هي المعاناة ما شكعب، زي أنت استفدت منه وقدرت تحوله لشيء إيجابي. تمام، يعني أنا عمري لغاية 23 سنة كنت بس بسكن من بيت جار لبيت جار، ما كان عندنا بيت نسكن فيه. يعني حتى من واحدة من البيوت سكننا فيها كان لما تجي المطرة كلنا بنكون قاعدين في سرير واحد عشان البيت يكون من أي حتة يعني. فالمعاناة في حد ذاتها إذا الإنسان قدر يحولها لحاجة إيجابية ممكن تصنع منه أفضل إنسان، وإنسان هو ذاته ما متوقع. زي ما قلت شلت المسؤولية منه كنت كبير، اشتغلت حياة كثيرة جدا، فخور إنه أنا اشتغلتها. اشتغلت بيع مانجا في الشارع، اشتغلت كان عندي طبلية بتاعة رصيد لغاية في الجامعة. درست جامعة الإمام المهدي، فبتذكر في واحد صاحبي كان شهره جامعة الخرطوم، فكان بيضحك فيني قال لي أنت في الإمام المهدي وأنا في الخرطوم أنا أحسن منك. فمن هنا اقتنعت بحاجة إنه ما ضروري أنت تكون في مكان مميز، المهم إنك تكون مميز في المكان اللي أنت فيه. يعني خشيت بنسبة 83 وجامعة في الإمام المهدي في كوستي، هسه حاليا بقرا في جامعة هي الترتيب 105 على مستوى العالم. في فترة من الفترات أنا كان عندي طموح إنه أوصل لحاجة، إنه أنا أعمل حاجة مختلفة جدا، حاجة إنه تساعدني نمرة واحد، تساعد الناس، تساعد أهلي. فجيت فكرة إنه أنا أعمل كتاب. طيب، وزي ما عارفين إنه أنت أول ما تيجي تفكر في حاجة حتلقى عوائق كثيرة منها نفسك. تمام، النفس البشرية هي نفس كسولة جدا، ما عايزة تشتغل، ما عايزة تتعب. تمام، فبيتخط لك هي عوائق إنه أنت ما حتقدر تعمل، إنه ما إذا اتغلبت على نفسك حتلقى اللي هو المجتمع الصغير بتاعك، أمك وأبوك، وده عنده قصة حقول لكم بعدين. بعدها حتلقى المجتمع الكبير اللي هم أصحابك، أساتذتك، دكاترتك. فأول ما جاءت الفكرة إنه أنا أعمل الكتاب، أول مواجهة لقيتها من أبوي. فأبوي هو كان فاهم إنه أنت تتخرج تشتغل دكتور، تفتح عيادة، تعرس، تجيب أولاد، دي الحاجة اللي هي أصلاً حاصلة قدام الناس كلها قاعد تعمل. أنا كان لا، في فكرة مختلف إنه أنا عايز أعمل حاجة، أنا عمري صغير لكن ده أعمل حاجة كبيرة. فاتخطيت في خيار إنه يا أنت تقعد في البيت وتعمل أنا دايره، يعني أنت تمشي تشوف لك حتة تانية. كلام ده في سنة تانية جامعة، اخترت إنه أنا أمشي أعيش براي. والحياة يا جماعة عبارة عن اختيارات شخصية. تمام، أنت يا ربنا كاتب حياة لكن مصيرك أنت بتحدده بنفسك بنسبة كبيرة جدا. فكان اختيار صعب إنه أنا أمشي أعيش براي. وكلكم سمعتوا قصة الغرفة، أنا كنت عايش فيها اللي هي إيجار 100 جنيه، وكنت نايم في الأرض سنة كاملة، ما كان عندي سرير أنام فيه. وقصتين كنت بس باكل بليلة، فطور غدا عشاء عبارة عن بليلة، لأنه ما كان عندي القروش اللي أنا أقوم أشتري بيها أكل أكل. يعني بتذكر أنا في كوستي كنت مصاحب كل ستة هذا الشاي، ليه؟ لأنه ما عندي موية باردة أشرب، فكنت أمشي على هذا الجبل أشرب الموية الباردة. فمن هنا صاحبتهم وبقيت بعرفهم كلهم. بديت قلت خلاص أنا عايز أبدأ الكتاب. أول شيء لقيته مشيت للدكتور في الجامعة، يا أخي أنا عايز أعمل كتاب. فأول كلمة هو قام ضحك بصورة هستيرية شديد وما تكلم، مشيت طوالي بعد فهمت يعني الكلام إنه أنت ما حتقدر تعمل. الشيء الثاني أصحابي في الجامعة. طبعا يا جماعة أنا قاعد أقول دائما الصاحب ساحب، اختار أصحابك لأنه هم يأثروا بصورة كبيرة جدا على مستقبلك. أحبطوني وقال لي أنت ما حتقدر وما حتعمل وما حتعمل. وقفت سنة كاملة، كان الفكرة اللي في راسي إنه أعملها وقفتها. بتذكر في يوم جيت هنا مدني، وأنا مدني لها فضل كبير جدا علي، لقيت واحد اسمه مجوك، يمكن ناس الجزيرة كلهم بيعرفوه. فمجوك ده يعني له فضل كبير جدا في الحاجة اللي أنا وصلت لها حاليا، وفي زول تاني لكن ده حقوله في النهاية. قلت له يا أخي أنا عايز أعمل وعايز أعمل، قال لي يا أخي يمكن أنت يعني. فبديت واشتغلت. النجاح يا جماعة ما حاجة سهلة، يعني أنت ممكن تتعب. أنا كنت جد بشتغل 18 ساعة في اليوم بقرا. طيب بتقول لي بتنوم بدين. أنا كنت بنوم ساعتين في اليوم، كلام ده متواصل على مستوى 3 سنوات. طيب قدرت الحمد لله عملت الكتاب واتنشر، وحتى في غدر كان مشيت جامعة تكساس يونيفرسيتي لقيت محمد نعم دنش، ناس بتقرأ طب بتعرفه، كتب لي ريكومنديشن سمحة جدا على الكتاب إنه هو كتاب ضابط ياهو، وكتاب كويس ومفيد شديد. في يوم دق لي أبوي قال لي يا عثمان كيف، قلت له إحنا كنا بعيدين فترة طويلة، قال لي أنا شايفك في الجرائد، قلت له يا هو أنا ذاتي.
قال لي خلاص ده راجع البيت. جيت راجع البيت ويعني انت لما تنجح في البدايه الناس هي بتكون خايفه من نجاحك او خايفه من فشلك في نفس يعني في نفس الوقت. يعني في ناس بتكون خايفه منك تنجح نجاح يضغى عليهم اللي هم غالبا بيكون الناس اللي حواليك اصحابه وكده، الناس الحاقدين عليك، الناس اللي ما عايزين انك تمشي لقدام. في ناس خايفه عليك اللي هو زي ابوي، هو انا متفهم موقف ده انه هو كان خايف عليه، خايف من انه انا امشي في طريق ما اصل منه لحاجه. فلما نجحت هو كان جدا فخور بالحاجه اللي انا عملتها. في يوم كنا عايزين ابوي جات ومشكله في الكلى، مشينا نفحص الفحوصات لقيناها غاليه، ما كان عندنا قرش ان ندفع حق الفحوصات كويس. فابوي كان بيتالم شديد، فمن هنا جاءت فكره انه انا اعمل الاختراع، انه انا اعمل الاختراع ليساعد الناس كلها. فالحمد لله عملت الاختراع طيب الصوره دي وين؟ هنا ما كان عندي سرير انام فيه، كنت بقرا في الارض في الناس شايفه. ده الاختراع اللي هو بتاع الاطفال، ده الجهاز بتاعي حاليا اللي هو قالوا عليه زمان فاشل وما حينجح وبتاع، هسه حاليا يتصنع يوم الخميس الفات. دي المفاجاه، انا كنت قاتل الاستاذ اسامه المدني. نحن إن أردنا الأشياء حقا سنبذل الرغبة بداخلها أن تكون لنا. يا جماعة عايز أقول لكم أحلموا على قدر ما تقدروا، ربنا ما بيضيع إليك يعني حلم أنت خطيته جواك لو أنت تعبت عشانه. في ناس هي عايزة تحلم فقط لكن ما بتشتغل. أعرف إنه طريق النجاح صعب شديد، ما بيجي بين يوم وليلة، والنجاح ممكن يأخذ سنة سنتين 10 سنين عشان تصل، لكن أهم شيء أنت تكون مؤمن بالحاجة اللي أنت عايزها. أنا ما عايز أطول لأنه قالوا الزمن خلص، وشكرا لكم.